مثل ما قال الشيخ محمد، البيت متوحد، فجميعنا في دولة الإمارات يجب أن نحافظ على هذا المنزل وعلى هذه الأرض من جميع الأشياء، ومن ضمنها أيضا المحافظة على البيئة. بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لليوم. نتمنى لكم إن شاء الله أمسية طيبة ونهاية وإجازة نهاية أسبوع ممتعة بإذن الله. نلقاكم على خير إذا كان في العمر بقية، وإلى الملتقى وفي أمان الله. أنا يا طير يا طير يا طير يا طير يا مسافر عند ودي ودي سلام يا طير يا طير.